دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو آج جمعہ کا دن ہے اور یہ دن بہت ہی زیادہ برکتوں والا دن ہے اور اس دن جو شخص بھی پورے یقین وشواس کے ساتھ سورہ کہف کی ایک بار تلاوت کر لے اس کو پڑھ لے یا پھر اپنے کانوں سے سن لے تو اللہ اس کو ان تمام فضیلتوں سے نوازتا ہے جو اب اس ویڈیو میں میں اب آگے آپ کو بتانے والا ہوں. جو شخص بھی جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھے یا پھر سنے اللہ اس کی قبر میں روشنی کرے گا. جو شخص بھی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اللہ اسے بدبختی برے وقت اور تنگ دستی جیسے برے سمے سے بچائے گا, سکون بھری دولت سے مالا مال کر دے گا. جو شخص بھی جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نور پیدا کیا جائے گا. یہ نور اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دے گا اور یہ کوئی عام چیز نہیں ہوگی. اس جمعے سے اگلے جمعے تک انشاءاللہ اس کی حفاظت کریں گے فرشتے اور اس کے دو جمعوں کے بیچ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. جو شخص بھی ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے چہرے پر نور آ جائے گا. دوستو کئی حدیثوں میں کئی روایات ایسی ملتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ جمعے کے دن سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یا پھر پہلی 3 آیات کی تلاوت کریں یا پھر اپنے کانوں سے سنیں تو ہر بری چیز شیطان دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. شیطان دجال کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے, یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اس سے بہت سارے نبیوں نے پناہ مانگی ہے. تو میرے پیارے عزیز دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو سورہ کہف پڑھ کر سنانے والے ہیں. تو آج آپ کسی بھی وقت جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھ لیں یا پھر اس ویڈیو کے ذریعے سن لیں اور جو بھی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ دعائیں بھی آپ کی پوری ہوں گی. دوستو جتنی بھی میں نے فضیلتیں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ بیان کی ہیں یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک ہدایت کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سورہ کہف کوئی معمولی سورہ مبارک نہیں ہے. آپ سے گزارش رہے گی کہ سورہ کہف کو آخر تک ضرور سنیے گا. ویڈیو کو اسکپ کرنا, سورہ کو اسکپ کرنا یا بھگا بھگا کر دیکھنا یا آدھا ادھورا چھوڑ کر چلے جانا اس میں آپ کو کوئی کامیابی نہیں ہے. آپ کا وقت بھی برباد ہے, گناہ بھی ملے گا. تو مہربانی کر کے آپ لوگ سورہ مبارک کو شروع سے آخر تک ضرور سنیے گا. تو آئیے دوستو ہم اور آپ مل کر سورہ کہف کو سن لیتے. سورہ کہف پارہ نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرسا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله الكذبا
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالبسطيد لم اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزقى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يذهبوا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن بعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعطنا للظالمين أن أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما سرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقت من تراب ثم من نطفة ثم سباك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا فلقا أو يسبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خافض على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثبابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثبابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وبددوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عدودا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق فاتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإن تدعهم الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لا يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موئد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أضينا إلى الصخرة فإن نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتدعوك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله وقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بالتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا.
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلاهما ربهما خيرا منه زكاة وقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وأعطيناه من كل شيء سببا فأطبع السببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أموت عذبا وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد لربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع السببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع السببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساب بين السدفين قال انفضوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يذهبوه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله دكا وكان بعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموذ في بعد ونفق بسكوت فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعطتنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حيبلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.